هاد التدهور الرياضية جات في إطار البرنامج السنوي لستراتو العصبة تابعة لجامعة ابن زور لهذا الموسم. هناك واحد مجموعة ديال الأنشطة والرياضية اللي تبرمجت خلال السنة، وفي البداية بدينا بالأبواب المفتوحة للرياضة الجامعية اللي قامت بها وشاركت فيها واحد مجموعة الطلبة والمؤسسات التابعة لجامعة ابن زور، استفد منها تقريبا أكثر من 2500 طالب. وهذه التظاهرة جات بمناسبة احتفالات الشعب بالذكرى عيد الاستقلال، تظاهرة وطنية غيستافدوا منها واحد المجموعة ديال الطلبة والطالبات اللي كينتموا جميع المؤسسات التابعة لجامعة ابن زور، وكذلك في إطار انفتاح الجامعة على المحيط الخارجي ديالها فتحنا المجال لجميع الأعدائين المنتمون للأندية أو الجمعيات الرياضية اللي كاينة في جهة سوس مساء، كذلك تظاهرة رياضية مفتوحة كذلك في وجه جميع الأعدائين الجامعيين اللي تنتموا للمؤسسات والجامعات المغربية. المشاركة غتكون إن شاء الله مشاركة مكثفة هذه السنة في هذه النسخة الأولى، والهدف ديالنا الأول وهو نفتحوا المجال للطالب للممارسة الرياضية، هذا هو الهدف الأول، وكذلك باش نفتحوا المجال للطلبة المتميزين في المجال ديال الألعاب القوى باش يبرهنوا على واحد الطاقات ديالهم، وغتشارك معنا واحد المجموعة ديال الأعداء اللي شاركوا في بطولة العالم مؤخرا في شهر مارس في البرتغال. كاين معنا حنان بوحكاد اللي كتدرس في كلية الآداب تابعة جامعة ابن زور، وكذلك الطالب اللي حاز على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للعدو الريفي في البرتغال بالميدالية الذهبية، وكاين واحد المجموعة ديال الأعداء اللي تنتموا لأفضل الأندية اللي عندنا في جهة سوس مساء. كذلك هذه التظاهرة داخلة في إطار برنامج ديال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وهو واحد الأسبوع اللي غنشتغلوا عليه إن شاء الله في واحد مجموعة ديال الورشات لا رياضية ولا ثقافية ولا علمية كتهتم بمحاربة الإدمان داخل الوسط الجامعي.